سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر الجديدة كلياً. الجيل الرابع من سيارة SUV الجديدة كلياً التي ترتقي بمستوى القائمة الكاملة من طرازات ميتسوبيشي موتورز. تجمع السيارة بمقاعدها السبعة عالية الجودة بين الشكل الأنيق والمزايا العملية، مع تصميم تميز بتعديلات شاملة ومستويات أداء محسنة والعديد من التقنيات المبتكرة. يعكس التصميم الخارجي لأوتلاندر الجديدة شخصية واثقة تنضح بالقوة بفضل مفهوم تصميم بولد سترايد من ميتسوبيشي موتورز. ويعزز الجيل الجديد من تصميم الدرع الديناميكي الحضور الاستثنائي للسيارة. جاءت المصابيح النهارية وإشارات الانعطاف في موقع أكثر ارتفاعاً لرؤية أفضل للسائقين الآخرين وكذلك للمشاة، فيما تتيح المصابيح الأمامية المنخفضة إضاءة أفضل لمسافة بعيدة دون أن تؤثر على رؤية السائقين الآخرين. يوحي الشكل الجانبي المؤثر ذي الطابع الأفقي بالقوة والمتانة مع خطوط السطح العريضة التي تعزز المظهر الجريء للسيارة، وتكتمل مع عجلات معدنية كبيرة يبلغ قطرها 20 بوصة ومصدات متدلية تبرز الشكل العريض للسيارة. أما من الخلف فيعبر تصميم الأفق السداسي عن الثبات على الطريق وإمكانيات الأداء الفائقة، ويتناسق مع المصابيح الخلفية على شكل حرف تي التي تعزز الهيئة العريضة للسيارة وتؤكد متانتها وقوة تحملها. تتوفر أوتلاندر بباقة من الألوان للهيكل الخارجي، منها الأزرق الكوني ميكا، والبرونزي العميق المعدني، والفضي الاسترليني المعدني، والرمادي التيتانيوم المعدني، والأحمر الماسي، والأبيض الماسي، والأسود الماسي الذي أضيف حديثاً إلى قائمة الألوان الخارجية. استلهم تصميم المقصورة الداخلية لأوتلاندر الجديدة كلياً من كرم الضيافة اليابانية أوموتيناشي، وتم توسيعها الآن لتستوعب 7 أشخاص براحة فائقة في مقصورة رفيعة الجودة توفر أجواء تبعث على السعادة لجميع أفراد الأسرة. تمنح لوحة العدادات ذات الشكل المستقيم طابعاً أفقياً لافتاً بما يضفي على أوتلاندر مظهراً واسعاً، وجاء الجزء العلوي مغطى ببطانة ناعمة الملمس مكسوة بطبقة من الجلد وغرز محبوكة بعناية، ويمتد هذا التصميم ليشمل الأبواب ولوحة العدادات وجوانب الكونسول الأرضي لتوفير مساحة مريحة، مع مقعدين فاخرين مجهزين بخاصية التدليك. يشمل التصميم الداخلي ما يلي: مقاعد قماش باللون الرمادي الفاتح أو الأسود، مقاعد من الجلد الطبيعي بلون رمادي فاتح أو أسود، مقاعد جلد مدبوغ بلون الأسود وشبه الأنيلاين. يوجد للسائق شاشة رقمية قياس 12.3 بوصة مجهزة بأول شاشة كريستال سائل ملونة بالكامل وعالية الدقة من ميتسوبيشي موتورز، والتي تعرض محتوى متنوعا بأسلوب منظم على شاشة كبيرة الحجم. وأيضاً قامت ميتسوبيشي موتورز ولأول مرة بتركيب شاشة أمامية على مستوى النظر قياس 10.8 بوصة على زجاج النافذة الأمامية للحصول على معلومات تضمن القيادة بأمان وسرعة أكبر. تتوفر أيضاً شاشة وسطية كبيرة الحجم 9 بوصة مجهزة بنظام ملاحة مع شاشة متصلة بالهاتف الذكي لمعلومات عالية الدقة عن الطريق باستخدام الخرائط الداخلية ونظام الملاحة، بالإضافة إلى مجموعة من التطبيقات عبر الاتصال اللاسلكي بالهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد أو آيفون. يمكن اختيار وظائف الصوت بسهولة تامة. توفر أوتلاندر الجديدة كلياً صوتاً نقياً لجميع أفراد العائلة مع نظام صوت بوز المدمج المتقدم الشبيه بالنظم الموجودة في المسارح، والذي يضم 10 مكبرات صوت ومضخم صوت رقمي في 9 مناطق مختلفة في السيارة. ولمزيد من الراحة جهزت السيارة بمقاعد مع ذاكرة لشخصين، والتي يمكن تعديلها كهربائياً للسماح لمقعد السائق بالانتقال إلى المواضع المحددة مسبقاً بضغطة زر. التحميل والتنزيل أصبح أسهل مع زيادة عرض إطار الباب الخلفي، وأكثر راحة مع خاصية التحكم عن بعد وفتح الباب بدون استخدام اليدين. المساحة الداخلية أصبحت قابلة للتخصيص مع المقاعد الخلفية المقسمة 40-20-40 توفر مرونة كافية لجميع الأنشطة، كما تم تصميم مجموعة واسعة من الإعدادات للأمتعة والمقاعد.
تتوفر أوتلاندر الجديدة كلياً بخيار نظام القيادة بالدفع الثنائي والرباعي وبمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، أعيد تطويره لتحسين قوة المحرك وعزم الدوران وتقليل الانبعاثات من خلال استخدام أحدث التقنيات. جهزت طرازات الدفع الرباعي بنظام دفع رباعي يتحكم فيه إلكترونياً، ويشمل قابض هيدروليكي يتم تشغيله بواسطة محرك كهربائي، إضافة إلى نظام التحكم في ديناميكيات السيارة المتكامل المحسن. في خيار الدفع الثنائي استخدم التحكم النشط بالانحراف الخاص بالفرامل للتحكم في توزيع قوة الكبح على العجلات الأمامية والخلفية، وذلك للمحافظة على ثبات السيارة أثناء القيادة على أسطح الطرق المتنوعة. ومع 6 أنماط من خيارات نظام القيادة بالدفع الرباعي و5 من خيارات الدفع الثنائي، والتي يمكن اختيارها بسهولة وبشكل بديهي عبر قرص يقع في الكونسول الوسطي، بمقدور السائق اختيار نمط القيادة المثالي لسيارة أوتلاندر الجديدة بما يلائم حالة الطقس وتضاريس الطريق. تولي أوتلاندر الجديدة أهمية كبيرة للسلامة من خلال نظامها الذكي المتقدم لمساعدة السائق وأنظمة السلامة، وتشمل تخفيف الاصطدام الأمامي ومثبت السرعة التكييفي والتحذير عند مغادرة المسار والتحذير من الزوايا غير المرئية ومساعد تغيير المسار وتنبيه حركة المرور الخلفية وإنذار انتباه السائق وفرملة الطوارئ التلقائية الخلفية، بالإضافة إلى كاميرا متعددة الجوانب. ثبتت 7 وسائد هوائية في أوتلاندر، بما فيها وسادة هوائية وسطية أمامية لمقعد السائق ووسائد هوائية جانبية لمقعد الصف الثاني. عند حدوث تصادم جانبي تنتفخ الوسائد الهوائية الأمامية الوسطية التي تقع بين مقعدي السائق والراكب الأمامي. وفي حالة انتفاخ الوسائد الهوائية تم تركيب نظام ميتسوبيشي كونكت الذي يقوم بإبلاغ مركز الاتصال عن أي حادث. الأناقة العصرية، القوة والفخامة هي جوهر ميتسوبيشي أوتلاندر الجديدة كلياً، والتصميم الهندسي المتين يحقق أفضل مستويات الأداء. اختبر مع أوتلاندر الجديدة كلياً إحساساً جديداً بالثقة والإلهام للانطلاق بكل جرأة على الطرقات. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.